بسم الله. عندنا برنامج اسمه إلسا سبيك، ده برنامج كويس جدا، بيديك الجملة وانت تقراها وهو يقول لك اذا كنت ده صح ولا غلط. تمام، يعني مثلا اختار مثلا ليفل واحد، بيبدأ يحمل الدرس، هو فيه دروس كثيرة ومستويات متقدمة. ستارت، هنا هقول له انت كوك، يبقى انت تسمعها كوك، وبعد كده تقول له كوك. تمام، بعد كده تروح للي بعديها، glass of coke، glass of coke. تقريبا ده احسن تطبيق شفته، بيحسن النطق عندك ويخليك في فترة بسيطة تبدأ تنطق إنجليزي مظبوط.